فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول إنه يريد أن يتزوج بامرأة أكبر منه سنا، وأحد والديه لم يرضى بذلك، فما نصيحتكم في هذا؟ إيه، دور له واحد شابه، دور له واحد شابه هزيل له بعد، ولا يمنعه إذا ما وجد له أو ما هم زوجه، لا يمنعه يتزوج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.